حجيك برضه في الموضوع ده الخص لك، لكن ما عشان شرق السودان سريع 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 كده بعجاله شديد كده، انا مش شرق السودان بعجاله شديد شديد جدا جدا، امشي على شرق السودان. الناس الراسلوني يا جماعه الراسلوني، فانا ما بقدر طوال اي فيديو جاني في اللايف، ما بقدر بعرفه الا ما انا اشم ريحته واشوف التفاصيل واشوف البرنامج وكده. ناس تعمل شير بقدر ما تقدر. ما تعلق كثير يا زول، تعليقك ده ما ترجع لي كثير يعني. تحياتنا، شكرا لك، بحزرك والله بحزرك، انا جنني وجنين وجع راس، ما بحب الوجع راس. جهاز الامن والمخابرات الوطنيه، الكلام اللي قاعدين تعملوا فوقه ده حيفتح فتيل بتاع ازمه وحيفتح شراره. طيب دقيقه نجيب لكم، دقيقه نجيب لكم الزور الكتبان، نجيب لكم الزور، ياخذ الزور الكتبان. دقيقه انا أصور لكم هنا، معلش. الكلام اللي قاعدين تعملوا فوقه ده حيفتح فتيل بتاع أزمة وحيفتح شرارة في شرق السودان. انتوا يا ناس جهاز الأمن رجعوكم الخدمة عشان تشتغلوا شغل نظامي وتشتغلوا شغل يفرض الأمن للمواطن وسلامة المواطن، ولا رجعوكم للخدمة عشان ترجعوا ويكون في آلاف أحمد الخير في شرق السودان. الكلام اللي انتوا عملتوه من ذا اعتقالكم لولد من أولادنا في شرق السودان الشهيد المغفور له بإذن الله اللمين محمد نور، أمس انتوا اعتقلتوه والليلة يطلع من المباني حقتكم جثة يا راس جهاز الأمن. شوف يا هوي برعامر وحباب، الجثمان بتاع ولدنا ده أول حاجة إذا قاعد في المشرحة ما تستعجلوا في الدفن ولا تمشوا المشرحة عشان تستلموا الجثمان بأنكم تدفنوه، لازم يشوفوا الناس اللي عزبوا الشخص ده في المعتقلات بتاع جهاز الأمن ويحققوا معاه ويسلموه للأنظمة العدلية، ولا هيكون دي عبارة عن فوضى وعبارة عن ناس عايزين يرجعوا للمشهد القديم بتاعهم والماضي القديم، عايزين ينتهكوا من طرف ويعتقلوا من طرف ويعذبوا كما تحلو لهم أنفسهم. شوفوا يا هوانات انتوا يا ناس جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الكلام اللي انتوا عملتوه ده الكلام ده حيفتح ثغرة وحيفتح وحيشرخ النسيج الاجتماعي في شرق السودان. فانتوا إذا شايفين نفسكم انتوا كده بتعذيبكم للأشخاص واعتقالكم للاشخاص من غير يعني ما تعلنوا المبررات. طيب اول حاجه سريع سريع وجال انا بلخص الموضوع، انا كلمتكم من شرق السودان تتذكروا في اللايفات، قلت لكم يا جماعه اول حاجه ابعدوا من الميليشيا وابعدوا من الكيزان المجرمين، ابعدوا من الميليشيا وابعدوا من الكيزان المجرمين القوى الشواطين. طبعا يا جماعه احنا بكل صراحه وبكل انا ما اعرف الزول ده طبعا، يعني هو لقيته في الصوره ولقيت الناس بيتكلموا وكده وبتاع، لكن انا ما جيت اتكلم في الزول ده، لا لا لا، انا جيت اتكلم في انه ابشروا الحته دي يا جماعه وحطوها للتاريخ يا جماعه. في جزء من ابناء شرق السودان طبعا يعني جميع، حتى الشماليين فيهم جنجويد وعندك دارفورين فيهم جنجويد، ما في محل رقعه جغرافيه شرق الجزيره بتاع في جنجويد. الجنجويد ابعد منه، لو زيرين تعملوا حركه مناهضه حقوقيه براكم برا من الجنجويد، لكن في جنجويد في شرق السودان. طبعا الجنجويد الاصلي والجنجويد التقليد ما واحد، داك بجي بخمك بالخلف بقول لك يا اخي احنا دايرين نشيل الكيزان ده ونجيب حقوقكم وكده وكده وكده. فكلمناهم طبعا وكان معانا اخذنا ايجابيه لو قاعده تيجي تبارك الله تعالى لي عشان اكد لي الكلام ده، وفي ناس سمعوا في الكلام ده كثير جدا. فهم جهاز الامن والمخابرات يعني الجيش ده انا اشتغلت فيه لما نيجي ساكت اكلمك والله جت اكون معك واضح، يعني احنا ما كنا في الميري ده في الكبك ده، لما نقبض الزول اكيد الاذن ما فيه شك ما بقول طق، يشموا فيك ريحه، يشموا فيك ريحه بس بانك انت مع الجماعه ديل ولا كده ولا كده، لو بيكذب لو بيصح في زول ممكن يفك لك تهمه بس زعلان منك ولا اسمع زول ده كده 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 كده، لانهم زعلانين وما دايرين الميليشيا دي وكده.
انا بكلمك يعني حسي الناس دي جهاز الامن شنو قاعدين يصرخوا بانك انت جنجويدي، انت تعمل الميليشيا، انت استخبارات، انت ضدنا، امسكوا فلان خد، امسكوا فلان خد، امسكوا. ولسه طبعا يا جماعه الفتره الجايه البرهان هيشتغلوا قبل يا دول، الفتره الجايه دي بيكون دق زي الدق. شوف موضوع حسي بتاع المشتركه وما ادراك ما المشتركه، انا خليني اكون زول منصف وحقاني وكده. في حاجتين، في تغيير بتاع اجواء، في حاجتين لو حصلت في السودان ده الاجواء بتتغير تماما يا جماعه. اسمعوا الكلام ده كويس، اسمعوا مني انا كويس، في حاجات بتتغير، المعادله بتتغير في السودان. انا برفعكم يا جماعه، حدي فرص، لانه اتكلمت في موضوع بتاع الاغتصاب في الجزيره، اتكلمت في موضوع يعني الموضوع اللي اتطرقت له بس قبل شويه في اللايف، وانا رفع اتكلمت فيه وهرفع الناس ربما يمكن فيهم. طيب قال لك جهاز الامن كلهم شوايقه، والله يا اخي انا ما يعني فيهم كتار، لكن برضه في باقي ناس لكنهم كتار، والضباط وكده وتاع والمسؤولين وبتاع بيشوفوا انك انت داير تشيله من الكرسي ده ما بيخلوك، زي حركات الارتزاق ده. المعادله الوحيده في دارفور يعني لو الميليشيا وقفت الدعمي بتجي للميليشيا عبر دوله تشاد بينتصروا، والجيش بينتصر والمشتركه معه. مجرد ما انتصروا يوم اللي انتصروا قديم شهر شهرين في تكوين حكومه يا في الدمج والتسريع، نفس السيستم بتاع هيمتي هيرجعوا فوقه. تعشف لك الطقل ده، لو اتفقوا واتحدوا واشتغلوا شغل نظيف افترض انتهم هينضربوا الاثنين، هينضرب الهابل بالنابل. الكلام ده انا قاعد اكرره كتير لانه ما في زول بيقبل، لانه تجاني سيسي قال حسي طبعا قال رصدان قال تجاني سيسي يجيبوا رئيس وزراء، تجاني سيسي مرهم الكيزان ما رضيانين باي تقسيم بتاع الكيكه بتاع السلطه دي، والكيزان ما رضيانين باي زول ثاني طرف ثاني يجي يشاركهم معاهم في السلطه، بضحوا باهلهم نصهم. عشان كده الناس هسه اتقسمت كيمان، يمكن في الدنقلاوي بيجي بطلع لايف وبيجيب ان احنا نوبيين وان احنا كده كده. زمان كان الجماعه دي كانوا متدسين في العروبه، لابسين بثوب العروبه زي اخوتنا ريم. ريم طبعا يا ريم انت قلت زوجك شاقي، ما انتوا ما عندكم معنى، انتوا ما جيتوا لما اتخلطتوا باللون، ما اتخلطتوا بمسكاكيرو، اتخلطتوا باللون انه والله يا اخي احنا لوننا بني ودي لونهم بني ونتزوج ونحن علينا نطيت من العروبه مالكم. الدنقلاوي علي بدد ناقله نطيت حطب مالك اليومين دي شايفك بتجيب لايفات وترجع للتاريخ ونحن نوبيين ونحن ما يعني انت ما عربيه. قال لا صارت الاخوه المشتركه في شمال دارفور وانتصارات لنصر الجو في سماء مدينة أو محلية مليت هياك مليت صوب أرض الغادي وجاد وادي كز جنات من وادي تحياتنا لنصر الجو حقه عمليات نوئية في محلية مليت وأيضا في الفاشر في الدعين وماشين نيالة وكاس وماشين لهد جنينة وعندك وصل دارفور زالينجا عرفت كيف؟ أتهي للشعب السوداني الأبي اللي هو صابر دائما على كل المعازف وكل الوعيلات اللي بلاد ما ربوا الآن. الشعب السوداني هو الوحيد الصابر، الشعب السوداني هو الوحيد الواتع الجمرة، الجمرة طبعا بوجه الواتيو. وايضا بنرسرس على شكر لامهاتنا الموجودين في مستوى على مستوى المعسكرات، سواء كان في شرق تشاد، سواء كان في اثيوبيا، سواء كان في جنوب السودان، وحتى في جمهورية مصر العربية. يا اهلي يا طيبين، كونوا على خير، وان الله ترعاكم، وان شاء الله ساندوا جيشكم وقوات مشتركة وكل الناس الجايين ينادوا من اجل الوطن، سواء كان نشطاء سياسيين، سواء كان محللين سياسيين، سواء كان بعض الفئات المتأثرة جدا في المجتمع، سواء كان فنانين ممثلين
وإلى ما لا نهاية وهكذا. والناس تحاول تتحد مع بعض، الناس تحاول تقدم قدر الإندو، تتقاسم مع جارك، تقدر توزع اللهجة البسيطة اللي عندك مع جارك، مع ناسلتكم، مع شلة بتاعتك، لأن الوضي صراحة الوضي حرج جدا، في ناس اللي بياكلوا ما عندهم، فلازم تحاول تكون يعني خفيف الظل، أو تقدر تكون يعني كريم، تشارك اللي عندك مع الآخرين. نحن عارفين الشعب السوداني هو شعب كريم جدا، ما بوصونا للكرم، يعني الكرم هي واحد من عادات وتقاليدنا كشعب سوداني يعني. لكن بس نذكر الناس ان الذكرى تنفع المؤمنين، الناس لازم تحاول ترفع بعض، تقيف مع بعض، تقدم البسيط عنده مع بعض. وايضا رساله للمغتربين، يا مغتربين عارفكم ما قاعدين تقصروا، لكن نحتاج منكم المزيد، لان الوادي صراحه حرج جدا. فالبسيط اللي عندك اللي بترسله هو اللي نقول كافي، لكن ما كافي في نفس الوقت. إذا كان زيته يكون أفضل، لأنه الناس أسرة كبيرة جدا، وسواء كان الجيران والناس الموجودين في نفس الأريا يعني بأكلوا من نفس التكاية. فالناس تحاول تزيد، تعسر صلوبها شوية، تقدم المعقولة لشان الناس تقدر ترفع بعض. وإذا وصلت لحد هنا ما تنسى يا معلم أعمل شير لايك وأعمل سبسكرايب وخد كومنت علشان نقدر نتواصل مع بعض، نشوف الآراء بعد ذاك، النصر حليفنا. مع ألف سلامة.